على مدار الأيام اللي فاتت مدينة العريش ومعبر رفح بيستقبلوا كل يوم المساعدات المقدمة من مصر ومن دول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وده طبعا لمساعدته في التغلب على أثار العدوان الإسرائيلي. التحالف الوطني للعمل الأهلي بيقوم بدور كبير في تجهيز وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية لأهلنا في غزة. تعالوا نشوف. يتواصل تدفق المساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمساعدته في التغلب على أثار ووقع العدوان الإسرائيلي، وأصبح الطريق الرابط بين مدينة العريش ومعبر رفح بشمال سيناء مسار حركة نقل للمساعدات لا يتوقف، والتي ينقلها الهلال الأحمر على شاحنات من مخازن خصصت لاستقبال مواد الإغاثة الدولية المنقولة جواً عبر مطار العريش من الدول ومنظمات الإغاثة الدولية، فضلاً عن الشاحنات التي يستمر وصولها من محافظات مصر مقدمة من المجتمع المدني وتصل براً لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح. ووفقاً لفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، تم الانتهاء من نقل دفعة المساعدات الرابعة لقطاع غزة عبر معبر رفح، والتي تضم 20 شاحنة. ويتواصل تدفق المساعدات الإغاثية من كافة دول العالم ومنظمات الإغاثة العالمية على مطار العريش، والتي يتسلمها الهلال الأحمر المصري ويعيد تجهيزها لتنقل براً لقطاع غزة على الشاحنات عبر معبر رفح تحت إشراف الهلال الأحمر المصري وتسلم للهلال الأحمر الفلسطيني. ووفقاً للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، وصل إجمالي الطائرات التي هبطت بمطار العريش 39 طائرة نقلت 820 طناً من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لثلاث سيارات إسعاف و19 طبيباً. كما يتواصل تدفق مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي لنقلها لأهالي غزة عبر معبر رفح. واستقبلت مدينة العريش بشمال سيناء قافلة مساعدات مياه في طريقها لغزة، ضمت القافلة 44 شاحنة محملة بزجاجات مياه معدنية مقدمة من منظمة الأونروا. كما وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء أول 13 شاحنة من قافلة أغيث غزة المقدمة من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. ووصلت مدينة العريش قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، تضمنت عيادتين متنقلتين وشحنات مساعدات. كما شهدت محافظة شمال سيناء وصول سفراء من عدد من دول العالم يرافقون قوافل المساعدات، حيث رافق غانم الغانم السفير الكويتي بالقاهرة شحنة مساعدات كويتية، وثمن الغانم الاستقبال المصري لمساعدات الإغاثة المقدمة للشعب الفلسطيني التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء. كما قام سفير الهند بالقاهرة بزيارة إلى مدينة العريش، مؤكداً على وصول طائرة هندية محملة بمواد الإغاثة لصالح غزة، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري لنقلها إلى فلسطين. كما أشار إلى أن الهند تقدم أيضاً مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين بقيمة بلغت حوالي 141.2 مليون دولار، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار، علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار. كما قام محمد بن يوسف السفير التونسي في القاهرة بزيارة إلى مدينة العريش بشمال سيناء، وأشار السفير إلى أن تونس أرسلت طائرة إلى مطار العريش حملت على متنها 11.5 طن من المساعدات الطبية والأدوية وحليب الأطفال، لافتاً إلى إرسال تونس المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة.